بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. بالليل الطقس هيكون بارد على كل محافظات الجمهورية، بس كمان في شبورة مائية الصبح ممكن تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن احنا بقالنا كذا يوم حاسين بارتفاع في درجات الحرارة بالنهار بالتحديد. بالفعل احنا الحمد لله مكملين في الاستقرار والتحسن في الاحوال الجويه اليوم، وفي زياده لفترات سطوع اشعه الشمس على اغلب محافظات الجمهوريه. درجات الحراره اليوم تعتبر حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. العظمى على القاهره الكبرى متوقع خلال فتره النهار تكون 21 درجه مئويه، فبالتالي هنحس بالاجواء المائله للدفء خلال فتره النهار على اغلب المناطق الشماليه، مرورا بالسواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد، خاصة وقت الظهيرة مع سطوع أشعة الشمس. الأجواء كمان هتكون دافية تماما على المحافظات الجنوبية جنوب الصعيد ده خلال فترة النهار. خلال فترات الليل أول ما أشعة الشمس هتغيب هنبدأ نشعر بانخفاض درجات الحرارة، هيكون ملحوظ أكثر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، لأن الصغرى على القاهرة الكبرى هتكون ما بين 12 إلى 13 درجة مئوية فترة الليل، خاصة ساعات الليل المتأخر. فالأجواء لسه هتظل أجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال فترة الليل على أغلب محافظات الجمهورية. كمان دايما الظاهرة الجوية المؤثرة معانا خلال فترة الصباح الباكر مع فترة التحسن والاستقرار في الأحوال الجوية هو تكون شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية. يمكن اليوم تكونت على أغلب الطرق ويعني بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس في تقريبا ساعة بالكثير، وهتبدأ الشبورة المائية تتلاشى من على أغلب الطرق لنشعر بالتحسن في الرؤية الأفقية. متوقع إن شاء الله من غدا الأحد يكون في ارتفاع في درجات الحرارة، لأن مصادر الكتل الهوائية اللي هتبدأ تأثر علينا هتكون مصادر كتل هوائية قادمة من جنوب شبه الجزيرة العربية. وجود كمان امتداد مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا هيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي هنحس معاه بالارتفاع في درجات الحرارة. الارتفاع ده يا فندم مكمل معانا لحد امتى؟ الارتفاع ده هيكمل معانا لنهاية الأسبوع إن شاء الله، وهيبدأ طبعا ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بحوالي من درجتين إلى 5 درجات. فغدا متوقع تكون 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مع منتصف الأسبوع هتوصل 26-27 درجة مئوية. يمكن ظروف إن شاء الله تبقى يوم الثلاث والأربع الجايين ده ظروف ارتفاع درجات الحرارة، وزي ما قلنا هيكمل معانا لنهاية الأسبوع. فمهم جدا في الفترة دي ما ننخدعش بفترات الارتفاع والدفء، لأن الفترة دي تحديدا هتكون فترة تقلبات جوية في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض فترة النهار وفترة الليل وأيضا في الأسبوع الواحد. فمهم نحافظ على ارتداء الملابس الشتوية حتى انتهاء فصل الشتاء. مهم كمان قائد مركبات مسافرين على الطرق فترة الصباح الباكر لازم تكون القيادة بهدوء تام، ولازم نتابع النشرة الجوية بصورة يومية، لأن زي ما بنأكد أن فترة شهر 3 كله ونهايته الفصول بتكون فترة تقلبات جوية حادة وسريعة. طيب بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة اليومين دول، لكن برضو مكملة معانا بعض الظواهر الجوية زي الشبورة زي ما حضرتك ذكرتي من شوية، لكن طمنينا هل ممكن يبقى في أمطار خفيفة؟ هل ممكن نبقى متعرضين لرياح محملة برمال أو أتربة؟ كلمينا عن الظواهر اللي ممكن نشهدها في الأيام دي. طبعا فرص الأمطار خلال الأيام القادمة مع وجود المرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا ضعيفة جدا تكاد تكون منعدمة، فما فيش أي فرص سقوط أمطار على أي مناطق من مناطق الجمهورية خلال الأيام القادمة بإذن الله. بالنسبة لنشاط الرياح هيختلف من يوم ليوم، يمكن مع منتصف الأسبوع تأثيره أكثر هيكون في المناطق الغربية، وممكن يكون مثير لبعض الرمال والأتربة في غرب البلاد تحديدا، لأن هيكون في نشاط رياح جنوبي على المناطق الغربية في السلوم والمطروح، وده هيكون مع منتصف الأسبوع. لكن بصفة عامة نشاط الرياح أو سرعات الرياح معتدلة في أغلب مناطق الجمهورية، فبالتالي ده هيؤدي
اعتدال حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وهيكونوا مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية. ما فيش قلق تماما من الأتربة أو الرمال المثارة، القلق بس من إن احنا نخدع بفترة النهار وارتفاع درجات الحرارة ونخفض. ده اللي أنا كنت هكلم حضرتك فيه، يعني توصياتك بقى للناس وخصوصا الأطفال في المدارس اللي يبتدوا يحسوا بأن درجات الحرارة بدأت ترتفع شوية فيبتدوا يخففوا من هدومهم، فتوصياتك في الموضوع ده إيه؟ طبعا احنا بلاش تخفيف ملابس خلال الفتره دي تماما، لان احنا بنخرج فتره الصباح الباكر وده فتره الذهاب للمدارس او الاشغال، فالفتره دي لسه الجو فيها هيكون بارد الى شديد البروده. فتره النهار بالفعل مع وجود اشعه الشمس هنحس بالدفء وارتفاع درجات الحراره. نحافظ على ارتداء الملابس الشتويه خلال فترات النهار وايضا خلال فترات الليل على الاقل لانتهاء فصل الشتاء تجنبا لاي نزلات برد. مهم كمان دايما قبل ما نخرج من البيت لازم نتابع النشره الجويه، نشوف الاحوال الجويه ايه، لان دايما التغيرات الجويه في فصل يعني شهر 3 نهايه فصل الشتاء بتكون حاده وسريعه، فمهم جدا نتابع النشره الجويه قبل ما نخرج من البيت، ودايما تكون القياده بهدوء تام على اغلب الطرق اثناء تكون الشبوره المائيه فتره الصباح الباكر، ونشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات، وان شاء الله السلام عليكم. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها بالقاهره العظمى فيها 21 والصغرى 12، العاصمه الاداريه 21-12، اسكندريه 19-13، العلمين الجديده 19-13، مطروح 20-13، دمياط 20-11، السويس العظمى فيها 21 والصغرى 11، العريش العظمى فيها 20 والصغرى 10، كاترين 18-3، طابة 20-13، حلايب 23-17، شلاتين 25-16، شرم الشيخ 24-17، الغردقة 23-13، الفيوم العظمى فيها 22 والصغرى 9، بني سويف 22-9، الوادي الجديد 25-8، أسيوط 23-7، سوهاج 23-8، قنا 26-9، الأقصر 25-10، وأخيرا أسوان العظمى فيها 26 والصغرى 11. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة، وكمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة يعني أحوال الطقس. طبعا درجات الحرارة بدأت في الارتفاع شوية، ما ننخدعش بالدفء اللي بنشوفه بالنهار، نفضل لابسين لبسنا ونتابع النشرة الجوية علشان نوصل أشغالنا بألف سلامة واحنا مطمنين على درجات الحرارة. نرجع مرة تانية للشاذلي وجمانة نكمل باقي فقراتنا معاه. شكرا لك.